من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: مجلس النواب يدعم مسيرة الوطن نحو التقدم. البرلمان الإفريقي: مصر أرض تحقيق المستحيل. من المسؤول عن مهزل التأخر السلام الوطني؟ وأمريكا للتحالف: دعمنا ليس شيكا على بياض. وإليكم تفاصيل النشرة. الشعب يثق في البرلمان، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية بمرور 150 عاما على إنشاء البرلمان المصري أنه على ثقة كاملة بأن أعضاء البرلمان قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة التي تحافظ على أمن البلاد وتحقق النهضة الاقتصادية المنشودة، قائلا: تجربة مصر النيابية عبر العقود الماضية أثبتت محورية الدور الذي يقوم به البرلمان في مسيرة الوطن نحو التقدم. ويتكون تنظيمه الداخلي من 25 لجنة، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته الحياة النيابية في مصر، بالإضافة إلى حجم المسؤوليات الملقاة على مجلس النواب الموقر. هذا وقال رئيس البرلمان الإفريقي روجي دانغ إن مناسبة مرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر ليس ملكا للمصريين فحسب، بل لإفريقيا بأسرها، مضيفا أن إفريقيا كلها مجتمعة في مصر وكل الشعوب والأديان التي تم طردها من أرضها لجأت إلى مصر، موضحا أن الإنجيل يحكي مشاهد من مصر تؤكد أنها أرض الله، فمصر هي أرض تحقيق المستحيل. لا بد من التحقيق، فبعد انتهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي من كلمته دعا مقدم الحفل الحاضرين للوقوف لعزف النشيد الوطني، إلا أن النشيد تأخر فردد الحاضرون النشيد بأنفسهم. من جانبه قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين إن عطلا فنيا أدى إلى التأخير فردد الحاضرون النشيد، ما جعل إدارة الاحتفال تفضل عدم تشغيل السلام منعا لتداخل الأصوات. كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط فراج أحمد فراج صياد من قرية برج مغيزل والمطلوب ضبطه في قضية غرق مركب رشيد، حيث تم إلقاء القبض عليه أثناء اختبائه في شقته بالعجمي. يذكر أن الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ ألقت القبض على 4 متهمين في غرق مركب رشيد ليصل عددهم إلى 5 متهمين. تداعيات مجزرة القاعة، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي نيد برايز إن الدعم الذي تقدمه أمريكا للسعودية ليس شيكا على بياض، معربا عن انزعاجه من غارة التحالف التي استهدفت قاعة للعزاء في اليمن والتي تعتبر استمرارا لسلسلة الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن. من جانبه أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيقوم بإجراء تحقيق فوري حول التقارير التي أشارت إلى استهداف طائراتها لقاعة عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء. وفلسطين تقاوم، فقد استشهد منفذ الهجوم المسلح الذي وقع بمدينة القدس بعد مطاردة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتبادل إطلاق النار بين الجانبين في قرية الشيخ جراح. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن 6 مصابين من بينهم حالة في وضع خطير جدا. وإلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.